هاي، موضوعنا لليوم عن تأثير أكل الحلو أو السكر على الريق وكيف بعلي معدل الإنسولين وشو بيصير خلال النهار، لنتفق إنه هيدي عادة يومية كتار بيعملوها وبيعتبروها صحية، بس هي عم بتأثر سلباً على صحتكن وبتأدي لزيادة الوزن. كيف؟ مثل الأشخاص اللي بياخدوا الصبح مع القهوة أو النسكافيه قطعة بسكوت صغيرة بس صحية، مثل البسكوت بالشوفان أو بالدبس أو بالتمر أو بالعسل. رح خبركن إنه حتى لو البسكوت صحي ولو بشوفان ولو بتمر أو بدبس، بالنهاية هيدا سكر طبيعي، ولازم نعرف لما ناخد سكر على معدة فاضية رح يرتفع معدل السكر بالدم بسرعة كتير كبيرة، بالتالي الجسم بيستجيب لهيدا الوضع، يعني الرد تبعه بيكون عبر ارتفاع هرمون الإنسولين اللي شغلته يعدل السكر بالدم، وبالتالي بينخفض معدل السكر عندكن فبتحسوا بالتعب والإرهاق كل نهار. لهيك كل نهار بصير بدكن تاخدوا سكر وبتفوتوا بدوامة اسمها أنا كتير بحب السكر وبحب الحلو. الحل أو البديل هو إنه ناخد أول وجبة يكون فيها نشويات مركبة وبروتين ودهون صحية، يعني وجبة كاملة متكاملة. ما ننسى ننتبه للكمية كرمال ما تفوتوا بمشكلة زيادة وزن. انتبهوا لصحتكن، صحتكن بإيدكن.